فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكيو على الشبيبة القيروانية باش ناخذوا اخر اخبار الفريق النازل في الموسم الماضي لرابطة المحترفة الثانية. معنا بالتليفون مدرب الفريق السيد عثمان الشابي بعد تقريبا يومين من عودة الفريق للتدريبات. سي عثمان اهلا بيك. مرحبا بيك خويا. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ والله الحمد لله. الحمد لله. دونك شنو اخر اخبار الشبيبة سي عثمان؟ تقريبا العودة كيفاش كانت للتمارين بعد الموسم الماضي؟ صعيب شوية، كيفاش كانت العودة بنا روح اليوم عودة للتمارين؟ والله بنا روح، تعرف الفريق كاري في الموسم الفارق، نزل للدرجة الثانية، نحاول واحنا باش نرجعوا الفريق هذا خير من اللي ينهار ردوها السكر. بينا طبعا يومين معناها تدريبات، اقتصرت التدريبات على اللاعبين المحليين اللي عندهم عقود في انتظار دخول المنتدبين اللي قاعدين احنا في الطريق قاعدين نتفاوض معهم، وان شاء الله بعد اسبوع تقريبا تتضح الرؤيه ويصبح عندنا ربما مجموعه متكامله ندخل بها غمار التحضيرات من تربصات ومباريات وديه احتياطا لربما براج او ما عرفش شنو اللي باش يصير، لانه الى حد الان ما فما حتى رؤيه واضحه. معناها مش اكيد العام الجاي باش يكونوا في الرابطه الثانيه معناها. لا مش اكيد، كي تشوف الملعب التونسي جايبه مدرب اجنبي وتحضر ملعبيتها شو معناها؟ عندها تطمينات يظهر لي. والله ما نعرفش، خاطر ماك تعرف الاحتياط واجب بها سيدي، ربما انت ما حضرتش يجي يقول لك عندك براج. نفس اللي صار عام ناول تقريبا. عام ناول خويا احنا تو مش نحضروا كي سوا للبراج ولا للرابطه الثانيه. مش نحضروا معناها مبارياتنا تربصاتنا نخدموا على رواحنا واللي باش يصير. الملاعبيه قلت لي باش تعملوا انتدابات باش تكون ملاعبيه رابطه ثانيه ملاعبيه رابطه اولى، كيفاش باش تكون العمليه؟ والله فما لاعبين مخضرمين اللي قادرين باش يعطيوا اضافه للجماهير، خاصه من الناحيه المعنويه وتاثير اللاعبين الشبان اللي عندنا، لانه تعرف الفريق الكل خرج الكل من اللاعبين الموجودين معناها معدل اعمارهم 20 سنه ناقصين الخبره الكافيه، نحاولوا باش نجيبوا يمكن 7-8 لاعبين اللي هما عندهم اكل التجربه الكبيره في الرابطه الاولى او في الثانيه واللي قادرين باش يعطيوا الاضافه من جميع النواحي. سي عثمان وضعيتك انت شنو هي بالضبط؟ كنت بمدير مدير فني بعد وليت انت في التدريب، على شنو اتفقتوا بالضبط مع الهيئه؟ لا 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 لا، من الاول اتفقنا على الاداره الفنيه العامه ومدرب، تعرف انت الجمعيه معناها فيها مشاكل كبيره جميع النواحي، مش نحاول كيفاش نعمل استراتيجيه باش اعاده البناء للجمعيه اللي كانت الحقيقه معناها منبع للمواهب، كانت عندها حضور كبير في الرابطه المحترفه الاولى، هذا كله ضاع، ان شاء الله نرجعوه بشوي بشوي. لاعبيه حددتوا شكون الحاجيات ولا على الاقل المراكز؟ لا مراكز حددنا المراكز حسب الموجود الجمعيه اش فيها وشنو هي النقايص، معناها واحد دي ريكروتمون سيبلي موجهين فهمتني لمراكز معينه في الجمعيه. نجموا نعرفوا شنو المراكز؟ والله تقريبا في الدفاع عندنا عدة لاعبين باش نجيبوا، في الوسط وفي الهجوم، يعني في ثلاثة من تروا كومبارتيمون. الملاعبية حافظتوا عليهم نتاع الموسم الماضي ولا برشا خرجوا؟ والله اللي فوا كونتراتوه خرج على روحه، حتى فما لاعبين عندهم معناها فعل العقد نتاعهم واتصلنا بهم ابداوا رغبتهم بعدم التجديد مع الشبيبة في حقهم فهمتني؟ قعدوا كان اللاعبين اللي مازال عندهم كونتراتوات، يعني قلت لك كلهم شبان ومش نحاولوا معناها نوفقوا بين الشبان وبين الخبره على نعملوا فريق على الاقل محترم الموسم هذا. في ظل الغموض الاداري يا سي عثمان حول الكومشي يكون موجود في راس الفريق في الموسم القادم، خاصه الانتخابات مازالت ما صارتش، على شنو اتفقتوا مع الناس الموجودين والا مع القائمه مترشح؟ ما فماش غموض، هو تقريبا هو تاكدت تو الجلسه العامه مش تكون نهار 30 اوت. فما قائمة واحدة قائمة سي بشير الأحمر، وفما لجنة تسييرية سيرها الرئيس السابق سي فتح العلوين، يوم 30 معناها أوت مش تتقدم الهيئة ذيك في جلسة عامة ويتم التزكية نتاعها، ما فماش شكون منافس ولا حاجة معاه. صحيح، دونك تفاهمت معاهم باش تكون معناتها باش تكمل العام مدرب أول؟ بطبيعة الحال شنو نخدموا احنا على المدى البعيد مدرب أول ونشرف على الشبان الكل عن طريق البرمجة، باش يكون معايا واحد باش يكون هو منسق فني، وان شاء الله بحول الله نعملوا معناها اللازم لارجاع عهد الشبيبه بحول الله مع الصبر بطبيعه الحال.
عندك اخبار؟ ما نعرفش حكيت مع الهيئه وقتاش باش تاخذوا الكلمه الاخيره نقولوا من الجامعه حول مستقبل الفريق ومشكون العام الجاي، خاطر مقيد ظهر لي حتى الفريق باش يعرف. يظهر لي اعطيني اذا كان فما واحد يعرف اش فما واش ما فماش قول لي. هذه الجامعه مسكره مسكره حتى نهار 23، انت حتى عقود احنا باش ناخذوها مسكر الجامعه. شنو اكيد اكيد فكرة. اكيد صارت تصايرات بين المسؤولين وفي الجامعه والمسؤولين في الشبيبه، ولا المسؤولين ما خذوا حتى شيء. نعرفوا الاستاذ حامد المغربي قريب برشا من الفريق وقريب برشا من الجامعه، مع عضو جامعي ما عند ما طمنكمش ما نعرفش حاجه هكا ولا؟ والله اذا كان عندك انت تطمينات ولا حاجه خلينا نسمع نسال فيك ما نعرفش. لا فما حد شيء اخويا، احنا في قاعدين نخدموا ما يهمناش، براج ما فماش براج نخدموا للبطوله نتاعنا ما عندنا حتى اشكاليه. الاهداف مش تكون معناها حتى لو كان في رابطه ثانيه اكيد الصعود. والله بور لو مومون ما نحكيش على صعود، احنا عندنا اهداف، الفريق فيه مشاكل كبيره نحبوا نحطوها على السكه، وبعد وقت اللي تشوف الافكتيف نتاعك تنجم تحكم على روحك تنجم تلعب على الصعود ولا. رغم اللي بالنسبه لي انا ولا حتى اللاعبيه يلزم نرجع لهم ثقافة الانتصار في كل مباراة، هي بمثابة معناها واحد براج، يلزم اللاعب يعود يلعب كان على الانتصار، وبطبيعة الحال الانتصارات تجيب ربما نتائج كبيرة في الآخر. أنت سي عثمان متابع وفي نقول للشباب، كيفاش تحكم على اليسار؟ كيفاش تشوف اليسار عامله للفريق؟ تقريبا نتائج خلينا نقولوها كارثية معناها للفريق. والله يشوف تو بربي فريق يطيح طاح للرابطة الثانية، وجاو يعني عملوا دي ريكروتمون تاع لاعبيه رابطه ثانيه اللي هما ربما ما همش في المستوى نتاع باش ترجع للرابطه الاولى، فهمتني؟ دونك تو دانكو يلقى روحه في براج ويلقى روحه ما طاحش ومعاش عنده الحق باش ينتدب. يعني اللاعبيه هذيك المستوى معناها على قدو قعدوا يلعبوا في الرابطه المحترفه الاولى وهما ما عندهمش المقومات نتاع الرابطه المحترفه الاولى، صارك الانهيار هذاك لين حتى اللاعب ما عادش اللاعب عنده معنويا باش ينجم يلعب، ولات هزائم في جرة الهزائم وتلاعب بالنتائج الى اخره. هذاك هو صار الانهيار والكارثيه ذي اللي صارت بالنسبه للشبيبه. هذا الفريق معناه الكبير اللي كان عنده اسم كبير وما زال عنده اسم كبير وبحاول الله باش يرجع اسمه الكبير ان شاء الله. اكيد دونك كان تاخير تقول عامنا والفريق اكيد لانه هو طاحوا فيه معناها تو حتى البراج اللي تعمل. والله بون هذه السياسه نتاع الجامعه التونسيه كرة القدم، اما الجامعيه غلطت يعني عملت براج ودخلت في بطوله وما عندهاش الملاعبيه اللي هما قادرين باش يجريوك البطوله ذيك. ناهيك انه فريق يعني ثلاثه نقاط دفاعيا ماكل 60 معناها هدف اللي هو عمره لا صار. الملاعبيه كانت تشوف شكون لعبوا، يعني لعبوا تقريبا 35 ملاعب كل مره يلعبوا جماعه، هيك هو اكيد ما فماش ثبات واستمراريه وكذا، ما فماش حتى المدربين تقريبا 7 مدربين والمدربين ما نلومش عليهم سكنات الغالب لقاو معناها مجموعه متواضعه، نقولوا متواضعه اللي ما خلوهمش باش ربما يعملوا نتائج معناها اللي يصبوا اليه اللي يحبوا عليها. سي عثمان الافكتيف اللي عندك كيفاش تقيمه اليوم بلاش انتدابات الى حد الان؟ لا بلاش انتدابات، فريق صغير برشا ما نجموا نعملوا به حتى شيء للامانه. يعني المجموعة اللي عندنا في حاجة على الأقل 8 انتدابات، وقاعدين ساعيين نحن بحول الله في أقرب فرصة باش يكونوا لهم متواجدين باش على الأقل معناه يدعموا هالفريق هذا الشاب، وبحول الله ننطلقوا في جدية في انضباط في عدة معناه، خاطر شوف لي تراديسيون التقاليد نتاع الشبيبة ضاعت وإحنا بحول الله نحاولوا باش نرجعوها، لأنه التقاليد كانت تقاليد كبيرة برشا لازم ترجع معناها التقاليد هذه. انت كنت من الموسم الماضي باش تعود سي عثمان ولا باجا ما خلاتكش؟ والله شوف تعرف واحد يخدم في باجا مع فريق وكل شيء ما نجمتش معناها نخرج، وحتى كان خرجت ما نجم نعمل حتى شيء الموسم اللي فات، لانه ما عندكش سلاح باش تقاوم به، ما عندكش ملاعبيه باش نجم تقاوم بهم، فهمتني؟ دونك لا غالب تغيرت هيئه جديده، بون هيئه جديده قديمه مش مشكله، المشكله في الزاد البشري اللي عندك، المشكله في الفلوس، ان شاء الله تتوفر الامور هذيا، لانه مش معقول باش الشبيبه الاسم كبير تلقاه في الرابطه الثانيه، فهمتني؟ وان شاء الله يكون درس هذايا للقراوه الكل باش يقفوا مع جمعيتهم ويرجعوها وين كانت. ان شاء الله اكيد الشباب فريق كبير نتمناه يكون في الرابطه الاولى منجم كبير نتاع ملاعب. يعطيك الصحه سي عثمان بالتوفيق ان شاء الله.
شكرا بارك الله فيكم. دونك كان هذا عثمان الشهيبي مدرب الشباب القروانية، خذينا اخر اخبار الفريق من عنده. موزيكا بعد مكملين في بلاي حتى الخمسة بتاع الشهيبي.